المقدس الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه عندما رؤي في المنام، شاف واحد من العلماء في المنام وهو دا يخرج من الروضة العلوية المطهرة من حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، رزقنا الله وإياكم زيارته في القريب العاجل. شاف دا يطلع وعليه ملابس فاخرة ووجهه يتلألأ نورا، فجاء هذا العالم إلى المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه، قال له: كيف وصلت إلى هذا المقام؟ بعد واضح تعرف في وجوههم نظرة النعيم، شلون وصلت إلى هذا المقام؟ فقال المقدس الأردبيلي في عالم الرؤيا: إنا وجدنا سوق الأعمال كسادا. أكو راغب هناك في هاي الأعمال؟ هاي صلاتنا اللي نصليها أكو راغب فيها؟ حقيقة هذه صلاة اللي من أولها إلى آخرها لا نتوجه إلى الله لحظة واحدة، هاي صلاة حقيقة. وبقية أعمالنا اللي نسويها ما معلوم، رياء، سمعة، فيها رياء، ما فيها رياء، فيها سمعة، ما فيها سمعة، حقيقة المحرك هو المحرك الإلهي. المهم، وجدنا سوق الأعمال كسادا وما نفعنا إلا حب صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.